ازيكم عاملين ايه يا رب كده تكونوا بخير وفى احسن حال وحشتونى جدا جدا من اخر فيديو كنت معاكم فيه النهاردة بقى أول يوم رمضان كل سنة وانتو طيبين وكل سنة وانتو بخير وسعادة ورمضان كريم عليكم ما تنسيش بقى عايزة لايكات كتيرة للفيديو دوت ولا أول مرة تشوف قناتي ياريت تشترك فيها ويلا بينا نبدأ يومنا بالصلاة على الحبيب المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله النهاردة بقى بصوا المعتاد عند بصوا مصر كلها أول يوم رمضان معروفة محشي أيا يكن بقى انت تعملي محشي ايه بالظبط بس المهم ان مصر كلها بتعمل أول يوم رمضان محشي فالعادي بتاع الدنيا كلها آه طبعا هعمل النهاردة على الفطار هعمل محشي بتنجان وكوسة وهعمل بقى جنبها ملوخية لسان عصفور سلطة فراخ آه وطبعا العصاير وهنعمل برضو حلو آه يعني بصوا اول يوم رمضان ده بيبقى دلع والدنيا كلها برضو تاني يوم رمضان بيبقى عندها الاكل اللي هو الفطار بتاعها على التسخين يعني وكده حاجه حلوه قوي طقوس حلوه قوي كلنا طالعين عليها والدنيا كلها بتبقى كده فربنا يديمها نعمه و وفعلا بجد التجهيزات دي بتبقى حلوه قوي المهم ان انا بصوا بقى صحيت من النوم صحيه بدري واللي هو بحاول انام تاني عشان ايه ما احسش بالصيام او اعدي شويه في اليوم ايه اللي يصحيني بدري وكده لا انا عماله احاول ان انا انام تاني لغايه اما خلاص استسلمت في الاخر وقمت وكمان عندي البنات صاحيين من بدري فاللي هو تعود لسه اول يوم اول رمضان كده بيبقى كده يعني المهم ان انا قمت بقى ايه دخلت على المطبخ عملت ايه بقى اول حاجه ابتديت بيها ان انا آه البتنجان كنت مقوراه بره عند بتاعه الخضار انما الكوسه هي اللي ما آه بره وكده عشان كنت جايباها من حد تاني كنت جايبة البتنجان الكيلو على خمسة جنيه وبتاخد على التقوير بتاخد على الكيلو اتنين جنيه ونص تمام وجبت كمان كوسة الكوسة كانت الكيلو باتناشر جنيه فاخدت الكوسة كده واورتها قعدت بقى كده مع نفسي كده اورتها. وبعد كده جي حطيتها تحت الحوض اهوت عشان خاطر اغسلها وطبعا عايزة انقع الفرخة اقطعها يعني واغسلها حلوة وانقعها بقى بالملح والدقيق والخل واعلق بقى على التسبيكة بتاعت المحشي عشان خاطر نسبك بقى لايه للمحشي بتاعنا وكده Yeah. بصوا انا انا لست عشان كنت عامله آه على قريب فقلت لا خليني في البتنجان والكوسه اول يوم وسالت هنا البنات عندي حابين اللي انا اعمل لكم كنافه اول يوم ولا قمر الدين قالوا لي لا عايزين قمر الدين فحبيت ان انا اعمل لهم بقى ايه اللي هم عايزينه ملك عندي اللهم بارك بتصوم اليوم كامل وانا معوداها على كده من السنه اللي فاتت يمكن السنه اللي فاتت فتره ايام بسيطه خالص اللي كان بيبقى عندها مثلا درس فيها اللي كانت تعبت ومش قادره تكمل اليوم ايام بسيطه خالص اللي السنة البيت فان شاء الله ان شاء الله ربنا ما يجيبش حاجه وحشه السنه دي ان شاء الله تصومها كلها كامله باذن الله ااا إيه فانا ابتديت دلوقتي قلت بقى ايه أسيب التسبيكه تعيش مع نفسها وأبتدي بقى اللي انا ايه اقطع بقى اجهز البلح بتاعي عشان هنقعه يعني وكده البلح تحفه 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 جميل بجد وطريق اللي هو اساسا مش بصوا انا ابتديت الاول بالسكين وبعد كده لقيته مش محتاجه مش مستاهل انا بس بقطعه بايدي كده وبعمله وباخد كمان عايزه اقول لكم بخلي كمان بناتي يعملوا معايا فيه عشان يعني ايه يفرحوا يتبسطوا بالتجهيزات وكل شويه يجي يقولوا عملت ايه ناقص ايه عملت ايه وبصوا حواليا يعني وكده عايزه اقول لكم انا بشارككم بشارككم في كل حاجه عشان خاطر يبقوا فرحانين ملاك اللي كان اول يوم رمضان كان في الصيام كان صعب عليها شويه كل شويه تسالني ناقص قد ايه طب انا جعت طب انا مش عارفه ايه ناقص ايه قد ايه وتبص في الساعه ومش عارفه ايه يعني انتوا عارفين بقى الاطفال الصغيرين لما بيبداوا يصوموا في الاول بيبقوا تعبانين قد ايه فكان يعني بجد كانت مش قادره خالص اول يوم رمضان في الصيام ابتديت بقى انا هو بفصص البلح انا هعمله خشاف مش هعمله باللبن انا قلت لا اقطع لهم بقى القراصيه والمشمشيه والتينيه والحاجات الحلوه ديت واحط بقى عليه الميه الساعة واسيبه في التلاجة منقوع لغايه وقت الفطور انما انا بحليه في الاخر بحليه ساعه ازين المغرب يعني وكده بس هبتدي بقى ان انا اكمل بقى بقيه الخشاف وهعمل جنبها ايه هعمل كمان جنبها تمر وهعمل عصير برتقال انا كنت مطلعه على اساس مانجا ولقيته برتقال فقلت بقى هعمل ثلاث اصناف بصو انا بحب اعمل ثلاث اصناف لان احنا بعد الفطار ما بين الفطار وما لغايه السحور بنشرب في العصاير دي رايحين جايين كده ايه نتسلى فيها في الوقت دوت بعد صلاه التراويح نشرب قبل السحور نشرب ممكن نحط بعد مع السحور فيعني اللهم بارك بيخلصوا فبحب ان انا اعمل عصاير يعني وكده على طول كذا صنف يعني وكده يعني هو اساسا الصيام التعويض بتاع الصيام هو العصاير بصوا بقى ابتديت ان انا اقطع في المشمشيه وبتدي ان انا اقطع كمان في في وابل البلح يعني وكده وبعد كده هبتدي ان انا بقى اعمل المحشي عايزه بقى اقول لكم ان انا جبت بقى ايه جبت التليفون عارفين الحته الصغيره اللي بتبقى اللي هي الياب الزراير ديت انا بقى جبت حته بقى صغيره كده الياب الزراير ديت وشغلت بقى عليها الراديو على القناه بتاعه اذاعه القران الكريم يا نهار ابيض على الجمال والتواشيح اللي بتيجي وال والصلاه التراويح اساسا بيصلوها مباشر وبتسمعيها كلها وال والحاجات اللي بتيجي قبل اذان المغرب الحاجات اللي يعني بجد لا 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 عايزه اقول لكم حاجه تانية ومتعه تانية خالص الراديو في رمضان الراديو في رمضان حاجه تانية خالص آه انا ما عنديش راديو بس شغلت على التليفون الصغير كده آه معايا في المطبخ هنا ومطيه كده اللي هو مش محلية قوي اللي حد ولا مطيه قوي يعني مخليه على قد اللي انا سامعاه وانا شغاله في المطبخ بجد بجد متعه تانية وبهجه تانية وهتحسي بفرحه تانية جربي كده تشغليه معاكي وفي شهر رمضان بالذات هتسمعي ساعه المغرب حاجات جميله بتتقال وهتسمعي حاجات وانت اساسا واقفه بتلقطي معلومات جديده انت بتسمعيها لاول مره القران الكريم والشيوخ وصلاه المغرب وصلاه العشاء مباشر وصلاه التراويح مباشر كل الحاجات الحلوه دي جميله بجد جميله ومبهجه قوي لا حسيت ان هو روح حلوه قوي في المطبخ في رمضان يعني السنه دي بصوا بقى انا جهزت الخلطه بتاعه المحشي عملت ايه بقى فتحت كيس كده من الرز وغسلته كويس وبعد كده غسلت الخضره وقطعتها خضره مشكله وطبعا الطماطم متسبكه حطيتها عليها وقلبت كل الكلام دوت وحطيت له بقى التوابل وحطيت له الملح ومعلقتين زيت وايه وبهارات المحشي وقلبت كل الكلام ده وبعد كده جبت حله كبيره تاخد البتنجان والكوسه وابتديت بقى ان انا ايه اعبي المحشي احسن حاجه في البتنجان إنه هو ما بياخدش وقت معايا خالص في التعبيه بيخلص يعني معايا بسرعه فانا هعمل حبه قدامكم واخد بقى بقيه إيه الحبه كده واقعد بقى ايه في الارض بقى ايه يعني ايه بحب بصراحه ان انا افرش كده في الارض واقعد بقى ايه اعبي المحشي كله واعبي كمان فلفل في الاخر بعد ما اخلص الحله بتاعت الباذنجان والكوسه اعمل حله فلفل صغيره برده ايه معاهم خلصت كده زي ما انتم شفتوا واخدت بقى حله الحلل بتاعت المحشي حطيتها في الثلاجة لغايه اذان المغرب ابقى اسويها وغسلت المواعين اللي طلعت مني من المحشي كل الكلام ده بشطبه اول باول وانا وبعد كده ابتديت اللي انا ايه ادخل عشان خاطر اعمل الحلو برضو واجهزه عشان بعد الفطور ابقى ايه لو جسمي بقى همد وبقيت كسلينة ومش قادرة اعمل حاجة يبقى انا عاملة الحلو وعاملة الفطور وكده طول ما انتي شغالة في المطبخ بتسخني فبتعملي حاجات كتيرة عشان بعد الفطار بقى اقعد بقى اصلي العشاء واصلي التراويح واقرا شويه في المصحف ويبقاش ورايا حاجه الا بس المواعين بتاعه الفطار تمام تمام بصوا بقى انا جيت اعمل الامر الدين لقيت بقى ايه لقيته بصوا سايح كده وطالع في بعضه وعايز يمسك شوية شوية فحطيته تاني في الفريزر بعد ما فتحته كده ولقيته مش عارفة ان انا اقطعه حطيته تاني في الفريزر عشان خاطر يمسك نفسه يعني واعرف ان انا ايه اكسره وجبت الفرخة هنا بتاعتي غسلتها كويس قوي وقطعتها وابتديت ان انا اقطع بقى عليها طماطمية بصلية ورق اللوري والحبهان والحاجات بتاعت الحوائج بتاعت الشوربة الجميلة دي وديتها تشويحه مع مكعب مرق وهبتدي بقى ان ايه احط بقى عليها الميه عشان خاطر تغلي بقى مع نفسها وتبقى كده خلاص انا جهزت المحشي بتاعي وجهزت الفرخه اهي اهو هتسلق بقى مع نفسها هيبقى بس ناقص لي الملوخيه واللسان عصفور ودولت بيبقوا ساعه المغرب دايما بعمل الملوخيه واللسان عصفور وتسويه الاكل ده بيبقى قبل المغرب بايه بساعة الا ربع كده ولا حاجة بصوا الحاجات دي كنت جايباها وقلت قبل ما اعينها اوريها لكم جبت كيس اللي صنع عصفور الحروف دوت ريجينا رج ديت بحب اجيبها قوي في رمضان عشان البنات يفرحوا كل واحدة تدور على حرفها وكل واحدة تقول لها انا اكلت حرف مش عارفة ايه وعارفين بقى شغل ال الاطفال دوت فجبتها الكيس كان عامل عشر جنيه وجبت كمان ال الكابتشينو دوت الكيس ده العلبة منه كانت عاملة وعشرين كنت مقلقة منه إنه يطلع مش حلو بس طلع طعمه تحفة جدا طيب قوي لمشروب الشوكولاته وبيعمل وش كده ورغاوي لا جامد بصراحه آه وجبت كمان شوربه الكريمه شوربه الكريمه كانت عامله 12 جنيه وجبت خلطه المشويات كانت عامله آه 8 جنيه جبت الحاجات دي كتغيير في رمضان في في اصناف الاكل وفي انواع الشرب وفي طعم الفراخ اللي انا بحمرها يعني بحب ان انا اغير لهم في الاكل عشان عارفين صيام وكده فيبقى في سفره حلوه مستنيهم بعد صيام يوم طويل يعني بصوا بقى اهوت بصوا بعد ما حطيته في الفريزر بقى سهل معايا خالص وبصوا انا ما كملش اساسا خمس دقايق في الفريزر وما شاء الله طلع حلو اهوت وبيتقطع معايا بسهوله اهو بحطه بقى زي ما انتم شايفين كده في حله صغيره وبحط بقى عليه الـ المية وبحطه بقى على النار بيفك معايا في وقت قليل قوي مش بيكمل حاجة كل الكلام ده بيفكفك ومش بحتاج اللي انا اضربه في الخلاط ولا اي حاجة انا بصوا مش عارفه ليه من ساعه ما دمست الفول امبارح وانا العين عملت كده بصوا الفويل لسه مركبيه وغسله البوتاجاز معاكم مش عارفه ليه الفويل اتحرق بسرعه مش عارفه عيب في نوع الفويل ولا عشان كنت حاطه الشياطه والفول حطيته مده طويله على البوتاجاز عمل كده الله اعلم المهم بصوا بقى القمر دى الدين معايا بسرعة جدا وما مني وقت خالص حطيت بقى عليه كده كوباية من السكر ووطيت عليه النار وبتتبقى اللي انا فيه عشان السكر يدوب يبقى مسكر معايا كده حلو قوي وأسرع حلو هتعمليه في رمضان اساسا هو قمر الدين انا كنت الاول بعمله بالمشمشيه بس بالامانه بقوم باللفه قمر الدين حلوه قوي وبيطلع طعمه حلو قوي احط بقى دلوقتي هعمل له بقى النشا بتاعته احط حوالي اربع معالق من النشا واحط بقى عليهم كده ميه وادوبهم كويس قوي واحطه بقى على قمر الدين وكده يبقى قمر الدين بتاعي جاهز عايزه حبه بقى تحطي مكسرات تمام حبه تحطي بس جوست الهند تمام حبه ما تحطيش حاجه دوت يرجع لذوقك انت انا عملت كده اهوت هطلع بقى جوست الهند عايزه اقول لكم جوست الهند الخشن طلع طعمه مميز قوي يعني انا جبته بالصدفه من عند العطار ان انا كانت واحده بتشتري خشن فطلبت انا كمان قلت له خلاص هات لي الهند وطلع فعلا طعمه بيبان قوي في الحاجه غير اي حاجه تانية تحس ان جوزه الهند الناعم مش طعمه مش بيبان لا دوت طعمه بان قوي معايا بصوا مجرد اللي انا حطيت كده عليه النشا مسك معايا وبقى قوامه حلو قوي فخلاص بقى كده انا هدي له غلوه واطفي عليه وهبتدي ان انا اجهز البولات بتاعتي هي وعشان خاطر آه خلاص بقى كده الحلو بتاعي بقى جاهز اللهم بارك اللفه طلعت معايا آه سبع اطباق سبع بولات من اللي انتم شايفينها ديت حاجة حلوه قوي وحاجه آه يعني سريعه شايفين بقى القوام بتاعه عامل ازاي حلو قوي سخن مولع بقى لسه قلت بقى مش مشكله يبقى انا كده خلصت بقى من الفطار وحاجه الفطار والحلو ومش عارفه ايه واقعد بقى بعد الفطار لغايه السحور الوقت بتاعي واعمل بقى اللي انا ايه اللي انا عايزاه براحتي عايزه اقول لكم اساسا قمر الدين يعني انا كنت جايباه من من 15 ل 20 جنيه يعني كان في نوع جايباه ب ونوع جايباه ب حلو بصراحه وطعمه حلو مش اللي هو جبت اللي هو اللي في فيه بيبقى اغلى من كده بكتير لا انا بجيب حاجه يعني ايه في المعقول كده ولا غاليه ولا عامله قوي بس كده هبتدي بقى ان انا ازوقه بجوز الهند اهو زي ما انتم شايفين وخلاص كده يعني ايه ما خدش مني والله وقت خالص ما كملش ربع ساعه في كنت مجهزاه اللهم بارك يعني حلوة قوي آه كان الوقت ده كان تقريبا على حدود كده كان ساعة صلاة خلصت العصر خلصته ودخلت صليت العصر وقريت شوية كده في المصحف وقلت الملك بقى عايز اجيبها السنة دي ان انت بقى ايه كل يوم كده في, في رمضان تجيبي المصحف كده وتقري شوية فيه وتجيبي العلامة وتعلمي انت يقف لغاية فين عشان تكملي تاني يوم وكده وانا هشجعك وانا برضو هقعد اقرا معاكي ونقعد نقرا مع بعض وعايزاكي كده ايه, ايه تقري كل يوم كده إيه يمكن ربنا يك كده وفي اخر رمضان تكوني ختمتي القران كده فقعدت بقى اشجع فيها واكلم فيها كتير وهي الحمد لله اتحمست يعني وتشجعت وايه وبقيت احط لهم المصليات هي واختها يقعدوا بقى ايه يصلوا تمام خلاص بقى صلينا العصر وقعدنا نقرا شويه في المصحف ومش عارفه ايه وجا دلوقتي كان على حدود الساعه خمسة الساعة خمسة دخلت المطبخ تاني عشان خاطر اطلع بقى المحشي وابتدي اللي انا اسويه عشان اذان المغرب بيأذن الساعة ستة وتمن دقايق فيكون الفطور بتاعي جاهز في الوقت دوت فطلعت الحلل بتاعت المحشي من من التلاجة وعلقت على الشوربة تغلي وعملت بقى تتبيلة كده للفراخ عشان خاطر احمرها في في الفرن عملت بقى طماطماية مع بصلاية مع ارض فلفل وفلفل اخضر والتوابل بتاعت الشوي وملح وفلفل و... كمان اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وخل وحباهانه كل الحاجات الحلوه اللي بتديها ريحه حلوه ديت وحطيتها في الشوايه في الفرن وغليت بقى الشوربه وطبعا اوعي تنسي ان انت تملحي الشوربه وتديها الطاول بتاعتها لحسن المحشي يطلع دلع وكده آه حطيت بقى التوابل للشوربه وابتديت بقى ان انا اسقي الملح الملح ايه اسقي حله المحشي بتاعتي اهي ادي حله الباذنجان والكوسه عملت حله صغيره للايه للفلفل وطلعت حله صغيره وسط كده عشان خاطر اعمل فيها الملوخيه انا هعمل بقى ملوخيه من اللي هي جاهزه بره الاكياس اللي بره دي قلت بقى بلاش غلبه بقى وتقطيع بقى و... وتقطيع والكلام دوت لا انا هعمل بقى الجاز بتطلع طعمها حلو تمام جيفريكس دي بتبقى نحه نحه ممتاز قوي وادي كمان الفلفل بديها بس حبه صغيره كده من ال... من الشوربه يعني يجي كبشتين او ثلاثه من الشوربه عشان خاطر لما بغطيها بشوربه كتير لا بتبقاش حلوه وبتطلع الحله كده الرز بيطلع من ال... من الفلفل ومش بيبقى حلو يعني وكده لا الفلفل بالذات لازم تحطي له شوربه قليله ايه وما تغطيهوش بالشوربه بس خلاص انا كده علقت على البتنجان وعلقت على الكوسه والفلفل وكده والفراخ بتشوي في في الفرن وهعمل بقى العصاير بحب اعمل العصاير في الاخر اللي هو ايه اخر نص ساعه كده قبل المغرب اعمل العصاير عملت بقى شفشق بين البرتقال وهعمل كمان تمر وهعمل كمان الايه اللي انا بليت البلح خلاص الصبح معاكم آه ناقص لي بس ان انا عايزه إيه اعمل السلطه هاخد بقى حاجه السلطه كده واقعد بقى ايه اتسلى فيها مع نفسي كده واعمل بولي سلطه حلوه محترمه كده ايه لو لو بقى حاجه ممكن احطها مع السحور او احطها تاني يوم مع الفطار هعمل كمان التمر والسكر بص انا بعمل كل حاجه في الخلاط بس اسهل قوي اللي هو بدل ما اقلب بقى بالمعلقه او السكر يتبقى في الشفشق من تحت لا بحب ان انا اعمل كل حاجه إيه في الخلاط يعني وكده وطعمه بقى بيبقى احلى وزي ما قلت لكم ما بيبقاش فيه اي رس... اي سكر بقى مترسب عندي في الشفشة ادي كده خلاص شفشة البرتقان جاهز وشفشة كمان التمر جاهز والبلح انا بلته في التلاجة ناقص بس اللي انا حل البلح بتاعي وادي الحلو بتاعي جهزه. انا بقى بحب ان انا احط العصاير النص ساعه دي في التلاجة تسعة كده شويه وطبعا انا بعملها بميه ساقعه من التلاجة بس بحب بقى ان انا بره اسيبها في التلاجة عقبال بقى اخر حاجه اعملها احمر اللسان عصفور واعمل بقى الايه الملوخية وادي المحشي اهو ابتديت ان انا اهدي عليه النار آه بدأ يغلي يعني وبدأ ان هو يخش في سوا فبهدي بقى عليه النار خالص والفراخ تحت الشوية تحت وقطعت والزيت اللي انا طلع بقى الطبق بقى قطعه الصيني انا بقى بصوا في رمضان والله العظيم عايزه اقول لكم يعني مش انا مش من النوع اللي انا ايه لا انا سايبه حاجتي في النيش لا لازم احافظ على حاجتي جيش جمال. انا بحافظ على حاجتي الحمد لله والحاجه ما بتجيش بالسهل وكده بس اهم حاجه ان احنا ندلع برده نفسنا مش هنفضل سايبين الحاجه في في النيش وان, وإن مندلعش نفسنا بحاجتنا او ما نستخدمهاش او نورث حاجتنا لعيالنا من غير ما نستخدمها لا انا بطلع حاجتي كلها وبستعملها وبغسلها وبعينها تاني وايه وبتبقى حلوه قوي يعني كتغيير في شهر رمضان الاطباق اللي هم متعودين ياكلوا فيها طول الشهر او طول السنه لا في شهر رمضان نعمل حاجه مختلفه نطلع بقى طقم سيني نطلع طعم اركوبكس اركوبيل اللي عندك بقى طلعيه دلعيهم كده حتى لو هتعملي كل اسبوع بطقم جديد من عندك من النيش هيفرحوا ويحسوا ان شهر رمضان حاجه مختلفه بالنسبه لهم وهتفرق معاكي مع ولادك اكتر بس كده انا خلاص سقطت الملوخيه زي ما انتم شفتوا حطيت سكر وحطيت لها ملح وحطيت لها فلفل اسمر وادي الشوربة الناحيه التانية اللي صنع عصفور والفلفل طفيت عليه خلاص استوى وطفيت عليه وحطيت الشوربه الناحيه التانية تغلي غلوه بس واطفي عليها وادي الطومه هي اتحمرت وهو خلاص الشوربه القمر بتاعتي الملخية القمر بتاعتي بقت جاهزه اللهم بارك حلوه قوية. طفي بقى عليها وبس كده خلاص الاكل واقف معايا اللي انا هغرف بقى خلاص الايه الاكل ادي طقم طلعت طقم اعمل هو اهوت هبدا ان انا اطلع بقى الكوسه كده اعمل بقى اطباق كوسه واطباق فلفل والباذنجان والبص بقى خلاص بقى احنا كنا وصلنا عايزه اقول لكم انا اول يوم رمضان دوت انا كنت طول اليوم زي الفل والصيام معايا الحمد لله الحمد لله ربنا كان ميسر اليوم وما حسيتش ان انا مرهقه قوي ولا تعبانه ولا اي حاجه واليوم كان حلو بس بقى ايه من بعد الفطار والله فطرت من هنا واللي هو بعد الفطار بشويه كده يعني علي اذان الحشه ومعرفش مالي حسيت أن انا بقتش متزله وحسيت أن انا دايخه ومش عارفه مالي ومش لا 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 بجد اللي هو طول الفطار طول اليوم كان حلو اليوم ماشي زي الفل بعد الفطار مبقيتش ميلي. ما بقيتش عارفه مالي المهم مصدعه على دايخه على مش متزنه على اللي انا ولا عايزه انام ولا عايزه اصحى مش عارفه مالي لا يعني كنت فاصله خالص بعد الفطار كنت بصه مرهقه جدا جينا بعد الفطار ادنا بقى الانوار كلها وجبنا كمان صواريخ وبصوا خربناها اليوم بتاع امبارح دوا جبنا بقى صواريخ بعد الفطار وقعدنا بصوا قاعدين بقى ايه في البلكونه وملك مكة بقى يفرقعوا ويصوتوا ويضحكوا وكان يوم والله العظيم بالامانه كان يوم حلوه قوي اول يوم رمضان بجد تحس ان الايام دي بتفضل ذكرى في مخ الطفل لغايه اما يكبر كده ويبقى فاكر ان, إن يعني انا لغايه دلوقتي فاكره ان رمضان بتاعنا كان بيبقى ماشي ازاي في بيت بابا وماما وكان بيبقى كنا بنعمل ايه فرمضان ده بيبقى ذكرى في, مخ الطفل لما بيكبر فحاولي ان انت تعملي له ذكريات حلوه عشان لما يكبر يفضل فاكرك فاكر بيها طول العمر بس كده ادينا غرفت البتنجان وغرفت الكوسه ناقص بقى وكمان طلعت الفراخ اهيت اديت لون حلو شوي حلو كده في سرفيس كبير وحطيت بقى الايه قطعت الخضره بقى اخر حاجه بقى احطها هي الفلفل والايه وال والملوخيه واللسان عصفور عايزه اقول لكم في الوقت دوت ببتدي بقى اللي انا شغلهم بقى بكار بكار انتوا سالتوني بيجي امتى وبيجي على قناه ايه بكار بيجي على قناه النهار قبل المغرب يعني في حدود قبل المغرب بعشر دقائق كده تلاقوا بكار اشتغل بشغلهم لهم بقى وبعليه كده وبيسمعوه بقى في اخر وقت دوت وملك بقى مش قادره اقول لكم يا يعني راحه جايه عليا هو هياذن امتى هو ناقص ايه ناقص مش عارفه ايه كانت خلاص يا يعني كان صعب عليها اليوم أوي بصراحه بتاع امبارح بس قناه النهار بتجيب بالظبط ناقص كام دقيقه على اذان المغرب كل شويه عيني تبصي ناقص كام دقيقه وتعد وتقول ناقص قد كده وتفضل تقولي وانا بغرف فالحمد لله اليوم كان حلو جدا وربنا كان ميسرها غرفت بقى البتنجان والكوسه والفلفل وعملت وادي حطيت اهوت اللي عصفور والملوخيه في بولات صغيره كده وحطيت كمان السلطه في بولات صغيره يبقى كده ناقص لي انا بس اغرف اصب بقى العصاير هصب بقى كل انواع العصاير واللي حابب ياخد من اي صنف ياخد بقى راحتهم بقى البرتقال والتمر ناقص بس البلح انا كنت بحلي البلح بقى حليته هو وصبت كوبايه من البلح وبعد الفطار بقى ان شاء الله كده على السحور نبقى نشرب بقى منه ايه براحتنا بس كده دي كانت السفره بتاعتنا وكانت فطار اول يوم رمضان كل سنه وانتم طيبين وكل سنه وانتم الف خير وبعوده الايام ورمضان والله جميل وكل ايامه حلوه وكل ايامه خير وبركه بس كده قولوا بقى رايكم في فطارنا اول يوم رمضان اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد وكل سنه وانتم طيبين وكل سنه وانتم بصحه وسعاده وقولوا لي بقى في الكومنتات عملتوا فطار ايه اول يوم رمضان واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد باي باي